بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في حزب العدالة والتنمية اخترنا واحد الشعار: صوتنا فرصتنا ضد الفساد والاستبداد. باش نفهموكم شنو، باش نفهموكم بلي المشكل نهار 25 نوفمبر هو واش غادي نقطعوا مع الفساد اللي كان السبب باش الفلوس ديالكم اللي الدولة كتجمعهم من مختلف المصادر وخصها توصلهم لكم ما وصلوا لكمش، ما قراوش بهم ولادكم، ما داويتيوش بهم، ما كانش عندهم النتيجة اللي كنا كننتظروا على التنمية. الا كنتيو بغيتيو تصوتوا ضد الايقاف ديال هذا الفساد خاصكم تمشيو تصوتوا نهار 25 نوفمبر للحزب اللي كيمثل الطموحات ديالكم، وحنا كنقترحوا عليكم حزب العداله والتنميه. ناضل فريق العداله والتنميه من خلال وظيفته الرقابيه والتشريعيه والدبلوماسيه، ولقد تقدم ب 1335 سؤال شفوي تشكل 35% من مجموع انتاج مجلس النواب، وقد تقدم 99 ما يعادل ربع الأسئلة التي تقدم بها الفريق بخصوص القطاعات الاجتماعية، ذلك لأننا نولي الإنسان والموارد البشرية والقطاعات الاجتماعية أهمية خاصة. الأمية الآن الأرقام الرسمية 38%، نمشي للصحة 80% ديال المغاربة ما عندهمش تغطية، البرنامج اللي دار تاد الأزلة الكلشي كيعرف، العراقيل اللي تلقاها غير قادر على التعميم. فإذا حنا علاش مشينا نتكلموا على الدخل؟ حديت ولا حرج. فإذا حنا المؤشرات كنعيشوها واقعيا، ليس هناك تقدم كبير. نتابع ونقيم ونقترح فيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي الذي لم تنجح فيه الحكومة الحالية، نتابع وأيضا نقدم اقتراحاتنا لتجاوز أزمة وارتباك هذه الحكومة. أما الصحة فهو المجال الذي يؤشر على أن العمل الحكومي لم يتمكن من تقديم الخدمات اللائقة بالمواطن والمواطنة المغربية. لا زال ليومنا هذا المرأة قد تلد في باب المستشفيات أو في رداهاتها أو في الكلوارات ديال المستشفيات. نريد أن يجد المواطن المغربي كرامته، نريد أن يجد الشاب الشغل، نريد محاربة البطالة، نريد محاربة الأمية، وهذا لن يتأتى إلا عبر محاربة الرشوة. الرشوة الآن رشوة الكبار، هاد الناس المؤسسة العمومية اللي كيراكموا ثروات بالارتشاء في مجال اللي كتولي عندهم الثروة ظاهرة في حياتهم. المغاربة اليوم تيشوفوا تقارير كتنزل، تقارير مش على الحسابات، تقارير ديال الصحافة، تقارير إعلامية إلى آخره. أعيد، رشوة الوزراء والعمال والولاة والبرلمانيون ورؤساء المؤسسة العمومية إلى آخره، كل الذين يتورطون في الارتشاء ويراكمون الثروات. السؤال اليوم هي تكلفنا 2% من الانتاج الوطني، اي تقريبا 15 مليار ديال الدرهم تيمشيو كل سنه غير بسبب الفساد. الناس كتمشيو للاداره ارى، كتمشي للجماعه ارى، هذه معضلة. هذا هو العنصر الأول. بعدها إلا ما حاربنا الفساد ما يمكنش تكون تنمية، ما يمكنش نحاربوا البطالة. ثانيا، باش البلاد تقدم خاص يكونوا عندنا استثمارات قوية. هادو شادين البلاد، ما بغاو يدخل عليهم حتى شي واحد. حنا خاص القوانين ديالنا تكون مزيانة، خاصنا العدل عند القاضي منين تمشي وتلقاو العدل، خاص تمشيو للإدارة تلقاو العدل فين ما مشيتو. إذن العدالة والتنمية كتقترح لكم واحد البرنامج الاجتماعي والاقتصادي اللي إن شاء الله إلى تعاوننا جميع غنخرجوا المغرب من هاد البقعة الفساد باش نفس الدول الأخرى. إخواني الشباب، أخواتي الشابات، اليوم جينا باش نتواصلوا كشباب. الشباب لعدة سنوات عرف نقص في التعليم، في التأطير الشبابي، الثقافي والاقتصادي والسياسي، اللي ادى اننا نعرفوا ظواهر خطيره كتحوم بهذا الشباب مثل الادمان، تعاطي المخدرات، الفساد الاخلاقي، الهجره، اللي ادى بضياع المستقبل الشباب ديالنا. ولكن حتى لاش غنبقاو ساكتين؟ حتى لاش نبقاو على هذا الحال؟ ما كاينش المستحيل. انا كشابه مغربيه، مواطنه مغربيه، انخرطت في عمل حزبي، عمل سياسي،
الحزب ديالنا اللي هو حزب عداله وتنميه عنده استراتيجيه من اجل الاصلاح والتغيير ضد الفساد وضد الاستبداد. هذه الاستراتيجيه اللي هي كتدعم مطالب الحركات الشبابيه، الحركات الجمعويه، الثقافيه، السياسيه، الاقتصاديه والاجتماعيه. فهذا اليوم اللي هو يوم ديال التعبير كناخذوا خطوه من اجل التغيير. راكم بديتوا ولازم تكملوا. كنطلب منكم تمشيو تعطيو صوتكم اللي يفهموا ويستحقوا ويخدموا، وذلك بتصويتكم على رمز المصباح، رمز حزب العداله والتنميه. الا بغيتيو تصوتوا ضد الاستبداد اللي كان فيه الاعتداء على الحريات، واللي هو اللي اثر الفساد اللي كيسمح بالنهب ديال الاموال ديال الامه وتصريفها في غير وجهها، حتى يبقى مواطنون ساكنين في دور الصفيح، وحتى يبقوا محرومين من حقوقهم الطبيعيه، وحتى يكون تعليمنا مترديا، وحتى تكون صحتنا مترديه، وحتى لا نكون قادرين على حل مشاكل السكن ولا مشاكل العداله. اذا كنتم تريدون ذلك فيجب ان تفهموا ان فرصتكم الوحيده هي التصويت، والتصويت يوم 25 نوفمبر.